ربنا يكرمه يا صلاح الله. هو عبد المنعم الحاج بتربطني بيه علاقة تقريبا احنا من 89 90 تقريبا، يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى كل حاجة شخصية، من الشخصيات النادرة في الوسط الرياضي، إداري ناجح جدا كرئيس نادي الترسانة، ك في نقابة المهنة الرياضية، في اتحاد الكورة، فنيا في اتحاد مدرب في منتخب مصر، مدرب النادي المقاولين العرب. الراجل عمل انجازات كتير جدا كلاعب، من اللعيبه اللي عملوا تاريخ في مصر. على المستوى الاداري بقى كمان في العمل الخيري له باع كبير جدا جدا جدا، وبتشرف ان انا امين صندوق جمعيه اللاعبين القدامى، رعايه اللاعبين القدامى اللي هي بيرأسها كابتن عبد المنعم الحاج. احنا تقريبا عملنا النشاط ده من 2007 بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكرة زي أحمد شوبير، كابتن زيزو، كابتن فتحي مبروك، الكابتن الجرجاوي، محمد الجرجاوي صاحب فكرة الموضوع يعني الجمعية. عايز أقول إن وكابتن ربيع ياسين اللي عبد المنعم حياته متفرغة تماما لخدمة زمايله الرياضيين، حياته متفرغة تماما لعمل الأعمال الاجتماعية الخيرية. كلاعب عبد المنعم الحاج عمل إنجازات كتير جدا، كان عنده 20 سنة وبيلعب أول مرة قدام النادي الأهلي وبيعمل مباراة عظيمة على الكابتن صالح سليم. من الحاجات برضو اللي أفتكرها اللي هو عبد المنعم دائما هو حرصه على التواصل مع كل كبير وصغير في الوسط الرياضي، تليفونه ما بيبطلش رن طلبا للعمل الخيري الاجتماعي وكذا. هذه الشخصية في الوسط الرياضي احنا محتاجين منها، هو كابتن ابو رجيلة وكابتن شوبير في مجموعة كده احنا محتاجين منهم عشرات ومئات ومئات عشان يعني الناس تعرف يعني ايه عمل اجتماعي، يعني ايه حب المجال والانتماء للمجال اللي انت فيه. من عيوب اللواء عبد المنعم الحاج اللي يعني بنعتبرها عيوب هو انه طيب طيبه شديده جدا، فهو مجرد ما يطلب منه خدمه هو ما ينتظرش انه يعرف اذا كان اللي طالبها صح او غلط او على حق او مش على حق، ويسعى لتنفيذها ويقول لك ربنا يحاسبه، ما انا وفر. على فكره هو بينفق من جيبه الشخصي ويسعى انه يعمل كل اتصالاته من اجل راحه واحد رفع سماعه التليفون وطلب منه خدمة أو طلب منه كذا، وهو شخصية من الشخصيات اللي بتمنى ربنا يديله الصحة والعمر. وبشكر قناة الأهلي جدا 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 إنها وسعت دايرة إنه الشخصيات الرياضية دي لازم الجيل الجديد، وده يعني بشكركم عليه، إن الجيل الجديد يعرف مين عبد المنعم الحاج. الجيل الجديد بتاعنا النهاردة بيدور على اللعيبة الصغيرة، اللعيبة اللي في الملعب، لكن ما شافش راجل إداري ناجح، مدرب ناجح، عمل اجتماعي ناجح، كل الأمور أخلاقيا. بتمنى له التوفيق ويا رب دايما في أحسن وأحسن وأحسن.